إذن إخواني، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني، اتصلت هذه العائلة اللي كتواجد في المغرب العميق، اتصلت بالقناة ديال شوف تيفي باش أننا تحكي لنا واحد الحالة غريبة اللي تعرضوا لها. هذه المرأة مسكينة، واحد المرأة اللي أن مرأة متشبتة بالأرض ديالها، أم العائلة، عندها مسكينة واحد القطيع ديال الغنم، غادي تتفاجأ في هذا الأسبوع بمجموعة ديال اللصوص بلا رحمة بلا شفقة، غادي يستغلوا الحالة ديال الولد ديال الزوج ديالها مسكين اللي تيعاني في الفراش، زوج مسكين اللي ما ناضش هادي عام، أمي أرقية مسكينة هي اللي حاضنة على هاد العائلة. علال جيهال، حشومة عليك ضحكة بابا، اعتبرها أمك، اعتبرها أختك. إذا والشكر الجزيل وألف شكر إخواني للدرك الملكي تبع النفوذ تخليفرة، اللي مباشرة من بعد هذه الفاجعة اللي تعرضت لها هذه المرأة صارع رجال الدرك الملكي بخليفرة باش أنهم يحاولوا يديروا الرصيصاج في هذا الجبل اللي كتبان قدامنا، كما يردوا لواحد العائلة مسكينة اللي تكشطات في هذا الأسبوع. الشفرة ولاو تيستغلوا الظروف إخواني ديال البرد والقساوة اللي كتعرفها المنطقة، تيحاولوا بلا رحمة إخواني أنهم يحاولوا يستغلوا حتى هاد البنية التحتية فين عايشين هاد الناس مساكن، وغادي يديو لها رزقها وغادي ندخلوا عند هاد المرأة مسكينة. فألف تحية من هاد المنبر كما قلنا للممثل الوزراء الداخلية القايد البلاد والمقدمين والجدرمية اللي حاولوا لها لحد الساعة، ما زالت الأبحاث غادية، غادي نشوفوا شنو استغلوا هاد الناس، استغلوا البراءة والوجود ديال هذا الراجل المسكين اللي راه مليوح هنايا من الزمان من بعد ما عطى حياته في تربية الماشية. مسكين، ها هو اعتبره خوك يا أخي، اعتبره غسين برا، اعتبره خوك يا أخي، اعتبره باك. وغادي نحاولوا إخواني نشوفوا هاد القصة، أو نحاولوا إخواني أننا هذا الرجل اللي استغلوا هاد المجموعات الشفارة بلا حشمة بلا حياة، أنهم يحاولوا خوتي يهجموا على هاد الدار ويستغلوا الوجود ديال هاد الشيباني هذا. غادي نمشيو عند الزوجة ديالو مسكينة اللي غادي تحاول باش تقرب. نعمي لاباس بخير؟ لاباس؟ لا ما من وغاس هنا ان شاء الله سيدي ربي هذا مزني شفار لا نايوين، ان شاء الله يشفار نايوين، واللي ان شاء الله نتمنى لك سيدي ربي اتمزن ان شاء الله. لا اله الا الله. اذا من العيب والعار اخواني، وغادي نشوفوا الام ديالو. فين الزوجه؟ فين خالتي؟ خالتي رقية؟ سميتك اخا؟ سميت خالتي رقية؟ لاباس بخير؟ صحه؟ لاباس كلشي بخير؟ دوي في خالتي رقية. مالك يا خالتي رقية هنا؟ داكشي اللي داو ليا المعي، داكشي اللي قصدوا عليا، داكشي درت حار عليا الحال، درت هادشي لوجي داو ليا كلشي. من بعد ما سمعتيهم داو لك حيدتي كاع الطرف من وجهك ولا خالتي رقية؟ ايوا يا ولدي، خواو ليا ديك الزنيبه، ما لقيت مع داكشي منين كنعيش حتى انا والمريض، داكشي من كنعيش ولدي، داكشي اللي من كنزرق حتى انا، داكشي اللي كناكل، ما عندي غير الرحمه ديال الله، هادشي اللي عندي هو هذا. ما خلاو لك والو اخالتي، ما خلاو ليا ولدي والو، هذا ما عطى الله. عاودي لي داك النهار اللي كحل اخالتي رقية، ما كجرى نسي ولي ستمازيق، ما كجرى ينخ في الحال، كل خاف خذ الباب، داك نغي فيه الباب. نعم كنغي فيه الباب، بقاو خذ المال يداي خواني تحت زور حالي حالة الله. اين زيدات الرزق خاوك؟ كاين زيدات تسيخ العيدين، وين زيدات تسيخ موضين؟ اين يا ربي نتايا؟ قند غير في الباب افتح جرني نوت ولا ولا ما يجيش. اين زيد الرزق خاوك؟ ما سمعتي والو، رتسلتي والو، الجنس لا تيني جناح وحجخ يعني السخ دا وزاد قال ينخ ابخني قند غير في الباب. وين اين يا سيدي ربي؟ هذا ما عطى الله. اين زيد الرزق خاوك؟ كاين ما يزيدك الصباح يوتور تو في والو، ما يزيدك الصباح. اين يا خير تمرخ تخوز مينوت واخد باش نعرف تمرخخ. اين زيد الرزق خاينه اتمرخ خاطر كنوروي خاين اتفو كنت فرخينو هذا حالي وحالة الله. خرجتي ما لقيتي حتى حاجه؟ والو فقط خدي قنغي في الباب وروفي احفظ والو. كي داب خالتي فاطمه في الباب؟ الباب قنغي في الباب يا سيدي. كل شيء مغربي ان شاء الله الغايه من هذا الفيديو. خالتي فاطمه اللي كتقول كانت مسكينه جالسه عليهم في هذا الخلا وما داوهم، كطالب كل ان شاء الله نديروا يد في يد ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله اننا نديروا يد في يد، نعاونوا هاد العائله مسكينه وهاد الام هادي المكلومه اللي قالت لك بان حيت بكثرت الصدمه
انها مسكينه ثوثاكين داي دراس مالي دا كلشي كلشي اللي كضربي عليهم تماره خالتي فاطمه هاك دماغي نويدا يغلبي هذا ما عطى الله رقيه سميتها خالتي رقيه رقيه عاودي لي منين دازو خالتي خالتي منين دازو خدري في الباب زين خدري غير في الباب زريني اذا انت سوق روحي خدنا ندير كيخ يكاد على فين افلام الصبح هذه من الباب هنايا اي في لي يا ناس في ديك ثلاثة تلقي البنا ها يا تدخل معاك كيف تنتغسل في الباب كيف تنتغردين ها قنغي في الباب وفيقنا زيدرين يكد عيل في الصباح يفوك يفق خايك سالة تخدم مالين ويداي بردانة ها انا اني قلت مرخ هاي تفوك الفراخ عرفت مرخ خذين هاك وخ احنا شنينو تكشم في مثل هذا في الباب ولا لا دي ولا لا يدخل الباب سقط في الباب هذا سقط الباب ولا لا دي يرزم والبان وخ الصباح هذا يرزم الباب يا زكور داسي اي غينا في الكردية هذه يلا الكردية بينا الكردية انا بينا الكردية بين كان كان بيت هنا تغتفوا في الباب سدوا عليه قن الباب غير فهم قن غير الباب كان خاص فوق خد الباب يقن انا كاين فوق خايف فوق العرس خايف سالا ناخذ مارينو يدا يدا مشى كلشي كلشي يدا ما خلاوش شحال شحال الملا قلان ذاك واحد جور قلان 31 قلان داوهم ب 31 اي دان غني وغرسنا سيوك كيفاش عاودي ليا ما كيفاش ذبحوه ذبحوا واحد واحد ذبحوه ايه ذبحوه وخلاو الزنبه وداو كلشي كيفاش ذبحوا واحد ذبحوا واحد وخلاو داكشي الاخر وداو كلشي الاخر وعلاش ذبحوا هذاك ايوا باش ما يغوص يفضحوهم حتى هما كلشي داو نعم شنو خلاو لي حتى حاجه هذا ما عطاش التليفون ديالها قولي بلاتي اخواني السلام عليكم هاد الام المكلومه هاد الام اللي حاولت مسكينه نعتبروها امي نعتبرها امك أنا ملي بقات فيا سيرتو حيت شتها مسكينة أنها هكذا ربما وراه الحمد لله أن رجال الدرك الملكي قد حلوا هنايا وقاموا بعملية تمشيط هنا بالمنطقة إلا أن كما كنعرفوا المنطقة تتعرض للسرقة وخاصة في هذه الأيام اللي كتعرف برودة ديال المنطقة اللي كيحاول باش يستغلها اللص تزامنا مع الأمطار باش أن الصوت ديالو ما يبانش داك النهار كانت ربما الجو هنا ماشي هو هذاك استغلوه خالتي فاطمه نعسه مسكينه في الصباح خالتي رقيه غادي تفيق في الصباح غادي بدا تفوتها كاين مشى كلشي اذا مشى راس مال اش بغا دير هاد المراه في هاد الدار الغنيمات اللي كاينين داوم اخواني باش ان هادي نداء لان شحال من واحد تيستغرب علاش وكاينه بزاف اللي تيسرقوا لهم البهايم وتيذبحوا لهم واحد بزاف هادي ظاهره لان ماشي غير هادي مره حسب احنا حاولنا باش اننا نهضروا مع الكسابه ونشوفوا علاش بالضبط يحاولوا يذبحوا واحد وتيديوا الاخرين علاش لان والله اعلم تيقول لك بان تيحاولوا يذبحوا خروف امام القطيع القطيع تيحاول يتخلع ما تيحاولش يبعبع باش انه تيسكت وربما غادي ياكدها لنا هذه الولد ديالها مسكين المصدوم لان قالوها له حتى بعض الاخوه اللي عندهم علاقه مع هذا العالم ديال 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 الكسيبه اذا انت خويا نطي مع الصباح عيطات عليك ماك لا تغيو ورا ورا لقيتي عاود ليا شنو لقيتي بسم الله الرحمن الرحيم هذا هو اللي كاين مع الصباح ميقات السبعه درت مع الخوادري قال لي راني قريب طنجه انت عندي الخدمه جيت للباب حيت سكروم تنجبد ما بغاش يتحل ليا هذا الشيء هو اللي كاين طلعت من فوق الحيط تنلقى الباب مسدود بالكورده قلت لامي خويا ما كيديرش هذا الشيء ملي كيبغي يسد الباب شي حاجه كاينه حليتي الكورده واني المهم عرفت شي حاجه كاينه درت الزريبه تنلقى داك الشيء اللي عندنا مشى مشي للزريبه مشي وراه شوف راه معاك مجموعه تاع المغاربه قول لهم النمره التليفون ديالك بعدا قول لهم راه اخوان تيطلبوا النمره قول لهم النمره 06 72 72 67 42 ما تزربش وقولها اخواني حاولوا شي واحد يقيد في الاخوان الرقم ديال 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 الاخ شحال الرقم ديالك 06 72 72 72 72 67 42 67 42 التليفون عندكم هنا عندك هنا اذا اخوان نحاولوا الرقم التليفون ديالو عاود خويا 06 72 72 67 42 يلا خوتك المغاربه راهم معاك ماكوش متابعين معاكم غادي نحاولوا باش نقربوا الواقع كما تنقولوا من بعد في الصباح حيت ان الاخ حتى الصباح نتا عاد اكتشف حاول باش ان يربط الاتصال مع رجال الدرك المعني حاولوا باش ان يديروا عمليه تمشيط هاد الجبال ان لان تحسبا كما يكون هاد الشفره مزينه في المنطقه وخاصه ان تيقول
واحد النعجة علاش عاقل؟ باش عاقل عليها مسكين هو اللي عطاها كاسينيال مال ديك النعجة. النعجة إلى المعيز الوالدة غتعقل عليهم، كانوا ما تنسرحهمش أكثر يا. كتسرحهم مسكين الوالدة هي اللي كتسرحهم. نعم. مرة مرة اللي كنسرحهم إلا كانت شي شتا ولا شي حاجة. نستريح شوية. إلى النعجة شريتها الحد اللي فايت سيمانة وما كاملاش عليها. شريتها ب 16000 ريال قريبة ولد. وعندها العلامة راه نجبدها من فوسط ما نعرف شنو ديال الغنم. نعرفها صراحة. وهذا الشيء هذا ما يديروا لي غير شي حد اللي هو قريب مني، وما ربنا ما ربنا غادي يكون واكل طعام في الدار ديالي، ولا اني دعيت الله سبحانه الا هو. هذا هو اللي كاين، رزقنا في هذا الشيء اللي عندنا، وهذا الشيء مناش كان سميتو ولا اله الا الله. لا اله الا الله. فين كانوا الغنم؟ داز من هنا الشفار، هذا العصابه دازت بلا رحمه من هنا. الله اعلم منين داز. كان سدوا الباب ليه؟ سدوا الباب ليه؟ ضوي. نعم سير اخويا انا سير سير. حيدوا هاد الحجره هادي الباب، ما علاقه الحال صراحه هي هادي. حلوا هاد الباب، خلونا خلو الزريبه هنا. فاش دخلت هاد العصابه بلا رحمه بلا شفقه واستغلت شنو خلاو هادي ولا شنو؟ وحده اللي بقات ولا شنو وقع؟ اش غنقول لك، عندنا 31 راس فيهم نعجه وحده ما باقي العنزي. هادي رجعت ليهم ولا ما شافوهاش الله اعلم. هي هادشي هو اللي كاين. واحد جدي صغير ذبحوه في الباب. فين ذبحوه واحد؟ ذبحوه هنايا. نعم سير قول لي فين ذبحوه. ذبحوه هنايا، هنا ذبحوا جدي صغير وهو راه كيغوت صراحه. وهاد القضيه خلاوها الاولين تيقولوا اما خافوا لا يفضحهم وحيك تيغوت وقتلوه وذبحوه، اولا ذبحوه قدام الخرينات باش ما تيحسوا بداك سميتو ديال الدم والموس ما تيغوتوش. صافي فين ما مشاو ما غاديش يغوتوا. هذا هو اللي كاين. دابا راه حنا ما مسامحينش صراحه، هي ضيعونا في داك الشيء فاش كنضربوا تماره حتى قدام الله ونتحاسبوا. وهذا الشيء ما يديروا لي غير شي واحد شي واحد قريب ليا هنا ولا ما نعرف، حيت براني ما يقدرش يجي ويعرف بلاصه. هذا هو اللي كاين. اتصلتوا برجال الدرك الملكي؟ جاوا رجال الدرك الملكي. خبرت المقدم ديالنا ديال الحومه ديال الهري، قال لي تعرض لي الخنيفره. مشيت الخنيفره انا والوالده، مشينا الجماعه ديال اجدير. المهم وخاتنا معنا واحد البنت ما سميتها نعيمه الحمد لله، هي عيطات علينا، عيطات لا سميتو الجدارميه، عطاتهم النمره ديال التليفون جاوا عندنا. نعم. جاو عندنا صراحه وقفوا معنا الله يكثر خيرهم. والساعه ما ونتمناو حتى هما الله يحسن العوان اللي يد بصيره والفم حتى الله يحسن العوان، لان جاو مورا الجبل ضربوا هنا دوره في الجبل والو ما كاين حتى حاجه ما بان. داروا جاو بثلاثه داروا معنا شي نص نهار تقريبا ودوزوا معنا هنايا الله يكثر خيرهم، داروا اكثر من مشهود. خالتي علاش تتبكي يا خالي؟ ما خوات حد جرينا ما تكلم صافي 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 الوالدة صافي 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 يعوضوا الله ان شاء الله. شحال انت من عام وانت كتجمعي هاد الغنم؟ مشكلة اللي انا عندي تربى وكلهم ربيتهم كلهم جبدهم في وسط الناس كاملين. تعرفي دابا دوك النعيجات في وسط كل شيء جبدوا كل شيء. دوزتي معاهم تيتي تسرحيهم انت؟ انا انا اللي عندي جزات هذيك راه طيحهم ذاك الشيء. خوا عليا الحال، خوات عليا خوات عليا. انا عندي غير نبغي في دوك المعيزات، ما عندي حتى شي نبغي المعيزات اللي كنتبع. تدوزي معاهم العام كامل انت؟ ايه داك الشيء اللي كنتبع هو هذاك. خوا عليا داك الشيء عندي يما انا غير فيهم. كي جاتك الصدمة في الصباح حيت يلاه فقتي ولقيتي ما كاين والو؟ اللي درت على وجهي داك الشيء اللي خلى لي انا وجهي حتى درت لي هذا الشيء. فين ما وصل دابا وقت الماكله ديالهم تتفكريهم؟ فين ما طرد البال معنوم ليه وكنسمع تتحركوا تي رويا 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 رويا
دينا اخواني نديروا يد في يد، نتصلوا هالرقم ديال الولد ديال هاد السيده هو تما عندكم. المهم الغايه من هاد الفيديو اننا نديروا يد في يد ونعوضوا حتى لهاد المراه مسكينه اللي كتناشتها تقول يا عباد الله بحال حسبت هادوك الغنيمات بحال ولادي العام كامل وانا تنضرب عليهم تماره، ويجي شفار بلا رحمه بلا شفقه ويستغل الوضع الصحي ديال الزوج ديالها ويحاولوا يسدوا عليها الباب. حتى الشفار حشومه عليه ان من العيب والعار تحرك فينا واحد الانسانيه، واخا ما يكونش عندي كاع كيدير الضمير ديالي انني نقيس مرا بحال امي ولا بحال جده. نديروا يد في يد خوتي ونتصلوا بهاد العائله هادي الحقيقه. كتواجد هاد العائله اخواني في اقليم خنيفره على بعد كيلومترات من قريه الهري. قريه الهري اخواني اللي مازال المستعمر تيعرف الاسطوره ديال التاريخ ديال الاسود تاع الاجداد ديالنا في هذه المنطقه، ولكن هاش تيوقع الاحفاد ديالهم. من العيب والعار من هذا المنبر شكرا للسلطات المحليه وشكرا للدرك الملكي اللي حاول باش انه يقوم بواحد العمليه ديال الراتيساج هنا، ولكن تنتمناو ان باش تبان الحقيقه. شنو بغيتي تقولي من قلبك لهذا اللي دالك رزقك؟ وشنو راه يقدر بدا يشوف فينا؟ لا شنو بغيتي تقول؟ ما غاستيني تسيولاس، راه غادي يشوف هذا الفيديو. واه نخديك ربي يضيعي خويا تحت جرت عين نخديك تموت انا. سيري اختي سيري ربي يضيعي سيري اختي موت انا. اين تمز الحق؟ هي سيدي ربي ناخذ خرخن هذيك هي مز ربي مولا خسر مشيت شي طعام نخذي دي شرف اي سورتي شي هذيك سيدي يحشم ربي سي ولا زواز هذي على الفيديو يا مولا انا سيدي وزر سقين وشي وضخ وش حاجه اين هي وين وين اينك السخا اين نخبي بيني ضرب بيني فاسن هذيك هي مز ربي مولا خسر لك يدي شرف ربي كيسين هذيك يشرف ربي كيسين ضيع دي ضيع دي اكي ضيع ربي المارين وشي وضخ وشي نهرزيخ ضيع مي سنيدي خوني سيدي ربي هذيك وني مز خسر هذا كوني اللي يشوف ربي كوني سينخ حنا حق كوني ويدخل غير وين تعداخ حوا وين تحت زورت اين المي تمسع مرك اين زي تعتق خاينة هذه يوني يا ربي الحق خسر دري بالعربية خالتي شنو بغيتي تقولي للشفار اللي بلا رحمة راه غادي هذا الفيديو خالتي غادي يوصل ليهم وبغيت اناش بغيتي تقولي له راه يقدر الضمير ديالو غادي يقدر يتحرك اش تقولي له اش تقولي له راه يقدر يبدا يسمعك هذا الله ياخذ فيه الحق ضيعني الله ياخذ فيه الحق ما كاينش ما كاينش لي حتى حاجه في داك الشيء اللي ديالي الله ياخذ فيه الحق اش بغاني اش بغاني رزقي هذاك كان تنعيش منهم تاكل منهم طف ديال الخبز ضيعني الله يضيعو ما وصلتوش اش بغاني لاش ضيعني لاش دير لي رزقي هذاك الشيء منين كناكل الخبز واش ما كيخافش الله هذا البنادم واش ما خافش الله ويخاف غير من الله ما يجيش يهز داك الشيء اللي ماشي ديالو اش كيسال ليا راه ما كيسال ليا والو كنت دابا بهم وخرجتي غادي تخرجي بالكبده راه رزقك هذاك ونضربوك الله يستر يضربوني يضربوني راه قا كنعس غير بوحدي ليه كنت عمر معاهم كنسمع الهضره كنسمع التحركه ديالهم وكيعمروا لي العقل دابا راه كنخدم ديك البيت نبات فيها دابا حيلا مشى شي واحد في ولاد ما بقاش خاصك تخدم ديك الدار كنخدم ديك الدار نبات فيها غير اذا اخواني هذه حاله من مئات ديال الحالات اللي كتوقع فمن العيب والعار ان حتى الواحد الا كان مخصوص راه مش حال واحد مخصوص ولكن ان اخي باش انك تسولك نفسك انك باش تدخل للدار اللي مليوحه في هاد الخلاوات وتستغل الوجود ديال راجل مسكين يا اخواني واحد العائله مسكينه اللي راه حمد الله وشكرها في هاد الجبل اللي جالسه مسكينه ان اخي ماشي حشومه ان ناس اللي عندهم باب مساكن من الميكا اللي تيشقي من اولادهم من الشر ديال البرود هاد المنطقه وغادي تجي انت الناس اللي تتشوف حتى الباب ما كاينش ناس اللي مساكن داير الكشه متقوبه بلاصه الباب ناس مساكن اللي كتشوف اخوانها فين عايشه وتجي انت بلا رحمه ناس اللي الاب ديالهم مسكين تراه انه في خبار وحاس مسكين بالصدمه من العيب عليك انك باش تخلي يا اخي ربما تنتمنى هاد اللص وهاد هاد العصابه اللي دخلت بلا رحمه تشوف هاد الفيديو تحرك فيك الانسانيه قرب لهنا وطلق داك الغنم اش بغيتي بهاد الذنوب ديال هاد العائله الغايه من هاد الفيديو نحن نشكر السلطات المحليه اللي درت ولكن انك ربما الفياقه ديالك فاقت ديال الدرك الملكي ولكن امام الله سبحانه وتعالى راه ما غاديش تفيق من العيب والعار تخلي هذا الراجل اللي ما قدرش حتى يقول لك اش بغى يقول لك هذه عائله اخواني اللي دخلوا عليها مجموعه ديال اللصوص وهذه الاب ديالو عمي عمي تنى بشوي وان شاء جاوبوا 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 ديروا بارلو ديروا بارلو عمي
السلام عليكم خويا. السلام عليكم اسيدي. صافا خويا بخير؟ صحه لاباس؟ لاباس الحمد لله. كان شخص بعد على كل الجهد اللي داير مع داك الناس. شكرا يا اخي. نسولك. نعم. شحال يكون دوك الغنم؟ شحال تايدو؟ شحال تقريبا الفلوس تقريبا؟ نعم شحال يكون الدوم العادي؟ شحال العادي؟ خويا تيقول الو. خويا الو سامعك خويا. تيقول ما بين مليون ونص وجوج المليون مساكن اللي مشى اللي زعما القيمه ديال داك الغنم ديالهم. ها هو يهضر معاك خالتي اورا يجو الغاز السي ولا ما مي منا شحال تقول؟ جوج ونص. كل شيء كل شيء جوج ونص. اي ضيع الكوين. اذا انت اخويا الو. الو نعم سيدي. وي كانت معي ما فهمتش اللغه ديالها. لا قال ما بين اللي قالوا قال ولدها وهي ولدها هو اللي عارف ولدها. قول لي قول قول الاخ تكون جوج المليون ونص هذا هو اللي كاين. انا كنعاونكم مليون. لا اله الا الله. شكرا اخويا الله يحفظك اخويا. هي مسكينه تهضر معك سي ولا سا. الله يرحم الوالدين. الله يخلينا وجهك. الله يرحم الوالدين اودي. الله يرحم الوالدين. الله يرحم والدي ودي. ضيعوني في داكشي اللي عطا الله هو هذاك. هادشي اللي كنعيشه ولدي. الله يرحم والدي. راه كلشي كلا ولدي. كلشي داو ليا ما بقى لي حتى حاجه. كلشي داو ليا داكشي اللي عطا الله. نعم نعم سيدي. شكرا شكرا. سمعي يا لالا قال لك ها هو تيهضر معاك. شكرا اخويا. هما غادي يتواصلوا معاك. راه الرقم ديالهم هذا غادي يتواصلوا معاك مساكن. وهذه رساله حتى لهاد الناس ذوي الضمائر الميته باش يسرق مراه ويسرق عائله اللي كتعيش هاد الحاله حشومه كاع والله. حشومه. انا باقي النمره ديالي. اش من بلاد خويا انت؟ اش من بلاد؟ أنا في بلجيكا. بلجيكا تحية لك أخويا والله يجيبك بخير وعلى خير. وشكرا يا أخي على الإنسانية ديالك هذه الحقيقة. بارك الله فيك. لا احنا أخوتي متعاونين في كل حاجة. الله يحفظك خويا. تحية لك سيدي. شكرا. ها الرقم ديالها هو هذا. هما غيتواصلوا معك. تواصل مسكينة هي وولادها معك غدا. أنا في اللايف راه سميتي رشيد بوعندي. رشيد؟ الاسم ديالي. صافي خويا. شكرا يا خويا. الله شوف الله يتقبل. هذه يتعذر زعما انا ما عرفتش والله. شكرا على الانسانيه ديالكم. تحيه. هذه حاله اللي دخلت على غفله حتى انا راني بحالي بحالكم خويا. اش نقول لك؟ شكرا شكرا شكرا. تحيه لكم وشكرا لهذا السيد المسكين. ان بيرتنا راه ان شاء الله يجيو الغاز هذاك ونشم مليون وان شاء الله تشريوا الغنم ديالكم. ما تبكيش ما تبكيش. راه صافي يا سكا ديزن مليون اغات شويه بعدا المال ويجيب الله الخير. راه الحمد لله غيتواصلوا بكم خوتي. ودعوا كيسنا عمي. دعوا كيسنا. صافي تيدعي معك اخويا. شكرا. الله يرحم الوالدين. واخا الله اكبر الله اكبر. علاش تبكي يا اخي في هذا الراجل؟ علاش هذا الراجل كاع ان يدخل واحد يسرق الغنم ليه وهكذا في هذه الحاله؟ علاش تبكي هذا الراجل في هذه الحاله؟ خليه هو تيصارع الموت عباد الله. اذا الله يهدي ما خلق وحسبي الله ونعم الوكيل. خالتي يلا اش تقول لخوتك المغاربه خويا؟ قلت حدا باك قول لي شي شنو بتقول لخوتك المغاربه؟ شوف شي راجل شوف تيهضر. الحمد لله. الو. نعم سيدي. اخويا. لا اخويا. شفت الفيديو هذا بقى فيه الحال. نعم اخويا. نعم اخويا. بغيت نتعاود شويه. ها الرقم ديالهم اخويا هو هذا مساكن. راه دابا هذه حاله اللي انتم كتشوفوها راه بالمباشر للغايه اننا نديروا يد في يد في هذا يا اخويا في هذه العواشر الحقيقه. واخا الله يرحم والديك. نعم. نتعاود شويه.
التناول الرشيديه وساكن في مراكش. شكرا. نعم. واش تاع الفيديو هذا بقى فيه الحال؟ واش دخلوا المحكمه ولا باقي؟ نعم سيدي. لا التليفون ديالهم اخويا وتواصل معاهم، راه الرقم ديالهم هذا. لا واش باقي دخلوا المحكمه ولا باقي؟ لا لا جاو رجال الدرك الملكي، راه بداو راه حلوا اونكيت، راه داروا الراتيساج لهاد الجبل هادو، ولكن هادو اللي جاو زعما بلا رحمه بلا استغلوا الظرفيه ديال الجو. واش عندهم شي نيميرو ديال الدوسي ولا شي حاجه؟ لا راه اونكيت محلول عند الدرك القضائي ديال خنيفره الحمد لله، وراه ديال خنيفره. واه اخويا صافي الله يرحمك. شكرا يا سيدي وتحيه لك اخويا. صافي اخويا، ها الرقم ديالهم هو هذا اخويا، وكان شي جديد هم. معك حميد، معك العقاوي، معك الصحفي اللي دير اللي دير اللي دير المباشر. واخا سي حميد، ها هما يتواصلوا هما معك ان شاء الله حيت نسالي اللقاء. ميرسي، بارك الله فيك، الله يحفظك خويا. اكي عاون ربي هما، اعزك يعز ربي، اكي يعز ربي، اكي يعز ربي. يلا عمي صافي ان شاء الله تصبح على خير، اكي عاون ربي. بسلامه عمي، قول لي بسلامة. أوه عمي بغى يعطيني لي درات يتفاعل معايا عمي. لا لا الحشا حشا، لا لا أنا نبوزك، لا 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 لا. قول لهم بسلامة عمي، قول لهم بسلامة. هما غادي يعاونوك إن شاء الله، وغادي يرجعوا الغنيمات، وغادي تبقى جالس أثقيم الدار إن شاء الله. هذا الدون ولي ما تبكيش عمي، ما تبكيش. لا هذو رجلو، هذو رجلو عمي، هذو رجلو. بسلامة، قولي بسلامة، إيني بسلامة. ودابا يلا صافي إن شاء الله، صافي إن شاء الله عمي. يلا إذا بسلامة إن شاء الله، بطول عمر هذا الرجل إن شاء الله نرجعوا لهذا الدار واحد النهار، ونلقاو أن درنا يد في يد وردينا الفرحة في هذا الدار. يا دار خويا تصفت مع خوتك المغاربة. الله يرحم الوالدين، الله يكثر خيرهم. أجي خالتي، هاو معاونوك وولادك، هاو ماشي نوما غيتصلوا بكم، اشنو تقولي لهم؟ يلاه تصفتي مع ولادك. الله يعاونهم بالخير ان شاء الله. سلاح دمك، الله يعاونهم بالخير ان شاء الله. الله يرحم الوالدين، بارك الله فيكم، الله يكثر خيركم. شكرا بزاف، الله يجازيكم بخير، الله يبعد علينا اولاد الحرام. امين اودي، الله يعاونكم. الله يرحم الوالدين، الله يرحم الوالدين، الله يعاونكم. فاطمه راه الرقم ديالهم، قول الرقم ديالك اخويا، قول لهم الرقم. 06 72 72 67 42. عاودوا لي بشويه. 06 72 72 67 42. يلا تصفتي مع خوت، تصفتي مع ولادك، وداك جوج الناس اتصلوا بكم مسكن. الله يخلي وجهكم ان شاء الله. شكرا بزاف، الله يخليكم، الله يرحم الوالدين. الله يرحم الوالدين. هضر هضر عمي، هضر. الوالدين الله يجزيكم بخير، الله يبعد علينا اولاد الحرام. امين امين. الله يرحم الوالدين. شكرا بزاف، الله يرحم الوالدين. شكرا بزاف، شكرا خويا حميد، الله يحفظكم. الله يرحم الوالدين، افتحوا معنا، الله يوقف معاكم. امين. اللهم امين، اللهم امين، اللهم امين. إذا انت هي أخوتي، احنا خرجنا من هذا الدار من بعد ما عشنا واحد الحالة، حالة واقعية، وكاين مئات ديال الحالات. وتحية لرجال الدرك الملكي، وخاصة اللي تابعين لهم هذه المناطق اللي كتعرف جغرافية ديال التضاري شي شوية واعرة، مما يسهل هاد التعامل وهاد التخربيق اللي تنشوفو هنا بالمغرب العميق، وخاصة من طرف واحد العصابات اللي لا رحمة فيهم. فكيف يعقل الضمير ديال اي واحد يمشي اخواني ان بالفلوس تاع اللي غيتسرق لهاد الناس والحاله اللي عايشه، وداك الراجل كي تيهضر مسكين وتايسمعنا مسكين وتايدعي معنا، ولكن الله هو اللي عالم اش كان تيقول. وتجي انت بلا رحمه وتدي الفلوس وتاكل بهم، واش تدوز لك ديك الماكله؟ واش تكسبيهم؟ واش تدوز لك ديك الكسوه؟ واش غادي دير بهم مشاريع وتخليهم لولادك؟ واش ان الله غادي يسخر في ذاك؟ اذا عافاكم رجاء من كل واحد ميت له الضمير، يفيق يفيق من هذه الحالات. ما عمرك تلتجا لبحال هاد الناس رجاء. تحيه اخوكم حميد العقاوي، الى حلقه مقبله ان شاء الله تتفرح. اما ما يقع راه تنعيشوا المعاناه كاملين. شكرا خوتي، وتبارك الله عليكم. دعواتكم حتى انا نرجع عند ولادي، مازال تابعني الطريق.